السلام عليكم، أزول في اللون أخوتنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع اليوم موضوع على أساس آخر خطاب ألقاه قائد فالح على في وسط عساكر، في وسط العساكر، وكان تقريبا خطاب مسجل لأنه ما كانش المفروض يعني يفوت في التلفزيون، لكن كانت تسريبات من المخابرات، تسريبات من المخابرات لإظهار يعني القائد صالح كأنه إنسان مجاهد، كأنه إنسان ثوري، لكن ليس له في الثورية من شيء، ويدعي أنه الجهاد مدته جاهد وهو في سن 16، ولكن كان من وراء الحدود يفتكر نفسه أنه مجاهد، لأن كذب كذبة وصدقها بنفسه، وأراد أن الشعب يصدقها، لأن الإنسان الذي كان وراء الحدود، اللي كان في الحدود التونسية، يعد عسكري فرنسي، عسكري فرنسي، لأنه بعد ذلك دخل على الدبابة وذبح المجاهدين الداخل، المجاهدين اللي تسموا مجاهدين الذين كانوا بالداخل، ليس بالخارج، لا من الناحية الشرقية ولا من الناحية الغربية، كل من كان في المغرب كان مع بوتفليقة وجماعته يتعدون عساكر فرنسية احتياطية، لكن بأسماء جزائرية. هذا اللي لازم يعرفها الشعب. وهذا سيتيان حركي ولد قايد، وجده كان قايد، وكيجي يكذب كذبة ويؤمنها هو بنفسه، هذا راه مونطال، سيتيان مرض مونطال، ما بقالش العقل، ما بقاش يفكر. الإنسان اللي كيولي يكذب كذبة ويأمنها، هذا راه مختل عقليا، لازم تعرف هذا. في سن 80 ممكن يكون ذلك، لكن تسريبات هذه المخابرات على أساس إثبات يعني أنه إنسان مجاهد، ليس بمجاهد، ما يكذبوش عليكم. وكان قال أنه يتمسك بالدستور. واش من دستور؟ هل الدستور الجزائري، لا نقول حتى الجزائري، العالمي، في فرنسا، انجلترا، امريكا، اي بلد في العالم، في البلد المتحضر، هل الدستور يسمح لك انت تكون لك وظيفتين حكوميتين؟ مكاش دستور يقول تكون عندك وظيفتين حكوميتين، قائد الاركان ونائب وزير دفاع. كأنك راك تقول انت tu es un juge et tu es un procureur dans la même cour. هل ممكن يكون انسان وكيل جمهورية ورئيس محكمة في نفس المحكمة؟ انت لست دستور، اخترقت الدستور 200,000 مرة مع بوتفليقة، والآن لست قانوني قطا، لست بقانوني، تتكلم عن الدستور؟ تعرفون الدستور إلا في مصالحكم، ولا تعرفون الدستور في مصالح الشعب. لا مجال للكذب، حتى دق ساعة الصح كما يقولك، ويبان الخبيث، خبيث المتآمر على بلده، منذ اليوم الأول كنت متآمر، تقول ان هادو افسدوا في الارض وسرقوا الفلوس من البنوك، افرغوها، انت من افرغتها، ولحد الان ما زلت تفرغها انت وابنائك. كلكم عصابه الشرق او الغرب، ومهما كانت صفتها فهي عصابه، تسمى عصابه، لا تستطيع تسميه ناس انهم عصابه وان عصابتك لست بعصابه، انك عصابه بأكمالها، أنتم عصابة، عصابة الجنرالات، كعصابة المخابرات، كعصابة المدني في المدني، اللي كانوا حكام في المدني، كلكم عصابة. سي با لو طون باش تكذبوا على الشعب، ولا تجيب تراوغ وتخطب، ما عليكش حق حتى تخطب في الشعب يا إنسان، ذا لو كنت تعتبر نفسك إنسان، لأنك نائب وزير، والوزير مفقود أو ميت.
أو أسقط يعني نائب الوزير، لا تكون وظيفة نائب وزير إذا لم يكن وزير، يعني فين الدستور اللي تكلم عليه؟ وإذا كانت حكومة قد أسقطت أو أقيلت فيقال كل وزرائها ونواب وزرائها بحكم الدستور، فأين الدستور؟ تتكلم على الدستور كأنك فاهم في الدستور، كأنك فاهم في القانون، كأنك فاهم في الحقوق، كأنك فاهم في تسيير البلد، كأنك فاهم حتى في تسيير العساكر، لا تفقه ولا تفهم. وآخر مرة أنك حوطت نفسك بجهلاء من معارفك وأبناء معارف أبنائك حتى تتحكم في الوضع، حتى تتحكم في الجزائر. نهايتك اقتربت، نهايتك اقتربت، وستسقط إن شاء الله، وتسقط كل المؤامرات اللي تعاملت انت بها مع فرنسا ومع الإمارات، وخاصة فيما يخص الاقتصاد، اللي كأنك أنت أحد أسس المخربين الاقتصاد الجزائري. هذا اللي بيته نقوله أخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وخليكم صامدين لأن ذا لازم إسقاط باش تجي كي قلت لكم أفقي. مش ممكن، لأن الجنرالات اللي معه كلهم فساد، وهو اللي حطهم ابن عمه، أصحاب ولاده، مولاد ولاده، هذو قا حطهم هو. وحتى الناس اللي كانوا يعني وقادة، كانوا عقالاء، وكانوا يعني حتى فاهمين في المجال العسكري، كانوا دارسين المجال العسكري، فيهم الدكاترة، فيهم اللي عنده ماستر، قاع شالهم وخل، حط قاع حميرة، هذه اللي لازم يتشال هو وحميرة الآن ولاده. هذا اللي بيتنقله أخوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.